لعب ممتع، لكن أريد حقاً أن آكل. أنا جائعة. حفيدتي فيكي بحاجة إلى المساعدة. أجدة دائماً على استعداد للمساعدة. فيكي أنا قادمة. يا لها من موسيقى رائعة. أوه، من أين يأتي هذا البكاء؟ يبدو أن فيكي تريد شيئاً ما. سآتي الآن. سأنهي مشروباتي الغازية وسأكون هناك حالاً. انظروا إلى دوناتي اللذيذة. أوه، سمعت أن أحدهم بحاجة إلى مساعدة الشيف. الشيف آني في طريقها. ماذا حدث يا فيكي؟ أنا جائعة جداً وأعلن عن تحدي الطبخ. هاي جدتي، توقفي عن العبث. في الجولة الأولى أريد جيلي بنكهة الكولا. هذا سهل، سيكون لديك جيلي جاهز. جيلي؟ لا أعرف كيف. أنا أعرف. أولاً سأبدأ في تناول الكولا. أوه، تقريباً مثلي. أفتح الزجاجة. أوه، بضع قطرات. سأنتهي منها الآن. جيل، من الأفضل أن تجففي نفسك، هذا غير متحضر. شكراً جدتي. أولاً سوف أفرغ زجاجة الكولا. سأفعل ذلك بأكثر الطرق متعة. أوه، الآن التجشؤ. كنت أتكلم عن التحضر. آسفة. أحتاج الآن إلى إضافة القليل من الحلوى إلى الكولا. هكذا ستصبح ألذ وأجمل. وبعد ذلك أقوم بصب شراب الذرة في نفس الزجاجة. بفضله ستتحول الكولا الخاصة بي قريباً إلى هلام. يبقى فقط أن أهزهم جيداً. أوبس. أوه، آسفة، لم أقصد ذلك. الآن أهزهم. أوه، يبدو أن الشراب لزج جداً. سأضطر إلى إزالتها بالقوة. وإلا كيف ستتذوق فيكي تحفتي؟ هيا، بقي القليل. أوه، لقد نجحت. حسناً، الجيلي جاهز. يبقى فقط تبريده قليلاً بحيث يكون أكثر شبهاً للجيلي حلو الطعم. طريقتك معقدة للغاية. أفضل جيلي هو العسل العادي، والذي يمكن ببساطة وضعه في الجليد. أليست فكرة رائعة؟ هذا كله هراء. الآن سأريكم كيف تصنعون الجيلي الحقيقي. أولاً أحتاج إلى سكب الكولا في المقلاة. بعد ذلك أضع المرميلات في الكولا. سوف يذوبون ويجعلون تحفة المستقبل يا ألان. العنصر الأخير هو السر. سوف يعطي الهلام لمسة نهائية رائعة. الآن يجب غلي الخليط الناتج في مقلاة مع التحريك جيداً. وبعد ذلك يصبح الجيلي جاهزاً. يمكن سكبه في الزجاجة. الخطوة الأخيرة هي تبريد الجيلي. لا شيء يستطيع أن يفعل ذلك مثل النيتروجين السائل. أنا بحاجة إلى سكبه على الزجاجة ثم الانتظار بضع ثوانٍ. يا أطفال، كونوا حذرين، لا تقتربوا من النيتروجين بدون البالغين. جاهز؟ فيكي، حان وقت اختيار الفائز لليوم. لا أعرف من أين سأبدأ. كل شيء يبدو فاتح للشهية. ربما جدتي أولاً. هذا يشبه إلى حد بعيد العسل العادي. الآن حان وقت الشيف آني. جميل ولامع، هل هو صالح للأكل؟ حسناً، وأخيراً الجيل. سأتذوق الآن. لذيذ. لا أعتقد أن أي شخص لديه سؤال. جيل، أنت الفائزة في هذه الجولة. كنت أعرف، عملت جاهدة. ما هذا أيضا؟ لديكم كل ما تحتاجوه لصنع الوافل. هذه المرة سوف تسعدونني بهم. سيتم الأمر. فطائر، لا أعرف كيف أحضرهم. الفطائر هي طبق من توقيع الخاص. أنا أعرف أكثر من أي شخص ما تحبه حفيدتي. أحتاج أولاً إلى عجن العجين، دقيق، بيض وزبدة. وإلى أين بدون السكر والحليب؟ بالمناسبة، الحليب لذيذ بشكل غير واقعي. والآن عجيني جاهز تقريباً. ما رأيك بهذه السرعة يا شيف؟
هذا ليس مثير للإعجاب. جهازي أسرع بكثير. كيف ذلك؟ أنا بحاجة للإسراع. لابد لي من صنع البسكويتات بشكل أفضل. جيل، أنا آسفة، لكن خفاقتين أفضل من واحدة. هكذا أسرع. هذا شيء أشك به. أنا لدي كل شيء جاهز. يبقى فقط تقسيم العجين إلى أجزاء صغيرة، وسأقوم بتلوين كل منها بلون خاص ببضع قطرات من الملون لكل وعاء. الآن يمكنني طهي الفطائر. بمساعدة العجينة الملونة سأتمكن من صنع فطائر ملونة. انظروا إلى هذا الجمال. وأنا سأجرب فطيرتي التي حصلت عليها بنفسي. واو، إنها لذيذة جداً. لقد جربتها كلها وأكلتها. حسناً، هل ما زلتم تعتقدون أنه يمكنكم منافستي؟ أنا الشيف آني. لا هم بالطبع لا. كعكة قوس قزح الخاصة بي جاهزة. الآن أنا بحاجة إلى تقديمها بشكل جميل. لماذا لا أفعل ذلك على طبق أسود وأضع الكريمة المخفوقة كالغيوم؟ لن يضر القليل من الرشات الملونة لمزيد من الجمال. وها هم، طبقي جاهز. ها، أنا أعلم ما تحب حفيدتي. تحب فطائر الجدة، وهم جاهزون. سوف أزينهم بالآيس كريم والتوت. لا يوجد شيء أفضل في مثل هذا اليوم الصيفي المشمس من الآيس كريم والتوت والقليل من شراب القيقب. مثالي. أوه جيل، أين فطائرك؟ لا تقلقي جدتي، كل شيء تحت السيطرة. سيكون هناك المزيد من الفطائر. أوه لا، أخطأت في تقدير كمية العجين، لكن لا بأس. سيكون هناك شيء مفيد في حقيبتي. بسيط، لم أكن أعلم أنك هنا في حقيبتي. لكني لست بحاجة إليك، وأيضاً لست بحاجة إلى الأرنب هذا. أوه، ها هي المعكرونة سريعة التحضير. سأصنع فطيرة الوافل منها. واو، تبدو شهية. لا، بالتأكيد لا أريد أن أكل مثل هذا. لنسأل جيل. أها، ما هذا؟ كعكة معكرونة؟ لم أرى هذا من قبل. يا لها من مفاجأة. آمل أن يفاجئني الذوق أيضاً. فوه، مقرف. لم أختبر أي شيء أسوأ من قبل في حياتي. لكن الجدة صنعت هذه الفطائر كما أحب تماماً. من الجيد أن أعرف أن هناك من يهتم بي. شكراً لك جدتي. هذا لذيذ بشكل غير واقعي. واو، وصنعت الشيف آني عملاً فنياً حقيقياً. إلى جانب ذلك، إنه لذيذ جداً. أحسنتِ. لكن هذه المرة لا شيء ينافس بسكويتات الجدة. أحببتهم منذ الطفولة. مبروك جدتي. هاي، كنت أعرف، تغلبت على الجميع. ماذا لدينا هذه المرة؟ أريد دونات. هيا اجعلوني سعيدة. سأعد الدونات بسرعة. أنا أيضاً سأعد الدونات. وستكون دوناتي لذيذة. أوافقك، لذيذة. أوه، هل بدأنا؟ الشوكولاتة تصرفت انتباهي تماماً، لكن لا بأس، أنا جاهزة لبدء الطهي. أحتاج أولاً إلى أخذ علبة من الأوريو وسحق البسكويتات في الداخل إلى فتات صغير. تادام. الآن يجب خلط هذا الفتات مع النوتيلا، وهذا هو الجزء المفضل لدي من الطهي. بعد ذلك أستطيع تجريب ما حصلت عليه. لذيذ. يبقى فقط صب الخليط الشوكولاتي الناتج في آلة الدونات. أين هو؟ أوه، ها هو مزيج الدونات. شكرا شيف. أسكبه في القالب وأنتظر. كما أنت بطيئة. ها هي الدونات الصغيرة جاهزة. انظروا إلى هذا الجمال. الآن يجب تقسيمها إلى نصفين هكذا. حان وقت وضع الشراب فيها. في المنتصف هكذا، وألصق القطعتين معا. كنت أن أنتهي. الآن أنا بحاجة إلى المارشميلو السائل.
سأستخدمه لتزيين الدونات في الأعلى. للقيام بذلك أضعه في كيس الحلويات وأضغط عليه من خلال ثقب في الجانب الآخر. هذا يبدو مريح جداً ولذيذ للغاية. تبقى الخطوة الأخيرة، بدونها الدونات ليست دونات. انظروا إلى هذه الرشات الملونة، تحفتي جاهزة. يمكنكم الحسد فقط. لماذا أحسد؟ دوناتي جاهزة تقريباً أيضاً. كل ما علي فعلهم هو رشهم بمسحوق السكر. آسفة جيل. حسناً لا بأس. كل شيء جاهز. أريد حقاً أن أتناول هذه الدونات. هاي، إنهم لفيكي أو لأختها جيل. لا، لديك الدونات الخاصة بك. فعلاً إنها جاهزة، شوكولاتية. لا حاجة للتلويح بهذا الجهاز الخطير. انظروا إلى هذا الجمال. والآن الدونات ستكون ألذ عندما أغمسها بالنوتيلا. فيكي، حان الوقت لاختيار من سيفوز في هذه الجولة. الشيف آني لديها أجمل دونات. أريد أن أكون أول من يجربها. إنها ليست جميلة فحسب، ولكنها أيضاً لذيذة بشكل غير واقعي. أنا سعيدة جداً. بعد ذلك سنجرب ما حضرته الجدة. لذيذة لكنها عادية جداً. كنت أتوقع المزيد. جيل، آمل أن يفاجئني الدونات الخاص بك. شوكولاتي أحبه. لكن الشيف آني لا تزال الأفضل. أعدت ألذ أنواع الدونات. لنهنئها على الفوز. الآن شخص ما يقدر قدراتي. اشتركوا على رابابا حتى لا تفوتوا هذه التحديات اللذيذة والشيقة. واكتبوا في التعليقات أي من حلويات اليوم ترغبون في تجربتها. إلى اللقاء يا أصدقاء.